يعني لما باجي اتكلم على المباراه او هتكلم على اداء الشناوي بكلم بشكل مختلف شويه او من زاويه تانية. مش عايز احلل مثلا ايه كره عرضيه طلع خدها او 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 شوطه طلع خدها او جون دخل فيه، لا انا بحلل شخصيه او حارس مرمى بيلعب لاول مره مباراه دوليه في تاريخه بيلعبها مع البرتغال. ويعني شوف بقى قد ايه الاهتمام بالنسبه للمباراه دي، اهتمام عالمي واهتمام قد ايه بالنسبه للشعب المصري، وتحس ان الشناوي بيلعب عنده مخزون لعب في المنتخب مش اقل من 40 50 مباراه. هو ده اللي انا ركزت عليه قوي، يعني في ادائه بقى، في شخصيته، في تعامله مع الـ 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 يعني في حاجات كتير كانت بترجع له وبيتعامل معاها برجليه مش حتى بايديه. فقد ايه كان يعني تعامله في المباراه ورا 90 دقيقه بتلاقي بتشوف ان جون بيلعب جون منتخب مصر بيلعب عنده مخزون لعب دولي مش اقل من 40 مباراه دوليه، وبقى له مثلا بتاع 5 6 سنين بيلعب دولي. فهو ده اللي انا خدته من يعني اللي انا ركزت عليه قوي في المباراه، ان ما فيش جون يعني بيلعب اول مباراه ما فيش توتر نهائي في المباراه، قراراته كلها مظبوطه. حتى لو عنده بعض في بعض الاوقات كان ممكن يخرج مثلا في كره مثلا خطا فيها او حاجه، توصل اللي بعدها بيعمل ايه؟ بيخرج برده. فدي معناها ان الولد ما شاء الله يعني عنده ثقه في نفسه، شخصيته يعني باينه قوي في الملعب، اداؤه بقى طوال 90 دقيقه باين قوي ان الولد يعني بيلعب وهو مستريح قوي. انا ما كنتش عارف انه يلعب بصراحه، انا هو كلمني قبل المباراه على الغدا، بعد ما خلص غدا قال لي ان شاء الله انا هلعب. فكلمته قلت له يعني تبقى هادي في المباراه، وزي ما كنت تلعب زي ما بتلعب في النادي الاهلي، يعني كل ماتشاتك اللي بتلعب في النادي الاهلي الفتره الاخيره ديت ما شاء الله متالق وبتادي بشكل كويس قوي، فيبقى فيه هدوء، يبقى فيه تمركز صحيح، ما استعجلش، حاجات كتير قوي يعني كلمنا فيها، وقلت له ربنا يوفقك. وبعد المباراه انا اللي كلمته على طول طبعا، يعني كنت سعيد جدا. واول مباراه خلصت بعدها بربع ساعه كده على ما خلص طبعا، و مع تليفونه يعني كلمته وباركت له على الاداء، وقلت له هارده طبعا بالنسبه للنتيجه، وقلت له بقى ان شاء الله اللي جاي يعني اللي جاي بقى كمان تركز اكتر، انت خلاص دخلت دلوقتي في منافسه كبيره جدا مع الحراس اللي موجودين، سواء احمد الشناوي او عواد او العصام الحضري، بقى دلوقتي لما تيجي تتكلم هتقول محمد الشناوي، فبقى في منافسه قويه بينك بينه وبينهم دلوقتي، تركز اكتر، اللي جاي يبقى افضل ان شاء الله باذن الله. الناس شافت مباراه بالاداء ده، فالناس هتطلب اكتر من كده، يعني الناس هتبقى في اللي جاي يبقى هتطلب اكتر من كده، فمهم قوي ان اللي جاي كمان ان شاء الله يبقى بنفس التركيز كده وبنفس الاداء ده، وان شاء الله يبقى له فرصه في كاس العالم. يعني خد بالك احنا طبعا انا ابقى سعيد لو الشناوي طبعا لعب كاس عالم او شريف او علي، انما في النهايه طبعا احنا اي حارس هيلعب من الحراس اللي موجودين في المنتخب هو في النهايه بيمثل مصر، يعني هنبقى سعداء باي حد هيلعب، انما نبقى اسعد اكتر كمان لما يبقى حارس من النادي الاهلي. يعني شك طبعا ان احنا الفتره اللي جايه دي هنبص لحاجات كتير، يعني ممكن يبقى في مشاركه لعلي، ممكن يبقى في مشاركه للشريف، بس طبعا مش معناها ان احنا يبقى الشناوي، لا الشناوي برضو زي ما انت قلت كده احنا عندنا ماتشات مهمه، عندنا كاس مصر، عندنا ماتشين في افريقيا، عندنا حتى ماتشات في الست ماتشات دول برضو، يعني مش كل يعني زي ما بقول لك يعني ما بنحبش احنا يعني نقول احنا هندي لمين المباراه اللي جايه، لا ما ينفعش احنا نوعد حد في الكوره، ما فيش وعد في الكوره.